السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي متابعين قناة حفاف نجيب، مرحبا بكم أينما كنتم. أحد الأشخاص على اليوتيوب طرح علي سؤالا وجيها، إنه: لماذا أغلبية العرب يدعمون فقط أوراق اللعب؟ هذا الشخص يستفسر لماذا أغلبية العرب لا يدعمون غير أوراق اللعب؟ هذا السؤال سأرد عليه بعد الفاصل. ألعاب الخفة هو ميدان كبير وواسع، فلماذا أغلبية العرب متمسكين فقط بأوراق اللعب؟ بداية، كنت أظن أن السبب هو لأن أوراق اللعب متاحة ويمكنك الحصول عليها بسهولة، بينما بعض الأكسسوارات لا يمكنك ذلك، ولكنني أشكك في الأمر، فالقطع النقدية متوفرة في كل مكان أيضا ويمكنك الحصول عليها بسهولة حتى إن كنت طفلا صغيرا. فلماذا لا يركزون العرب في الحيل بواسطة القطع النقدية بدلا عن الأوراق؟ إذا سألغي هذا الاحتمال، السبب ليس لأنها متاحة. دعوني أفكر، دعوني أحاول من جهة أخرى. لاحظت على اليوتيوب أن أغلبية القنوات هي قنوات تدعم فقط أوراق اللعب. أقصد القنوات الأجنبية، هي قنوات تدعم فقط أوراق اللعب إلا ما ندر. والعرب أيضا يدعمون أوراق اللعب، معظم القنوات العربية تدعم أوراق اللعب. أشهر هذه القنوات هي قناة الأخ أحمد، الصديق أحمد، قال بلسانه أنه تعلم من اليوتيوب، هذا ليس عيبا، ولكن قال أيضا أنه لا توجد قناة عربية قوية في ألعاب الخفة، ولكن الأجانب يملكون ذلك، ولكنني لاحظت العكس. لاحظت أن قناتي هي أقوى القنوات الموجودة على اليوتيوب من حيث المحتوى على الإطلاق، فالقنوات الأخرى تدعم فقط الحيل البسيطة مع أوراق اللعب. إن كان لديك اعتراض فيمكنك أن تعلق، مع الدليل طبعا. حسنا، هذا لا يهم. المهم، قال الأخ أحمد أنه تعلم من اليوتيوب وهو يعيد ما تعلمه إلى العرب. هل يكون السر هنا مثلا؟ ربما، لأن الغرب يحتكرون الحيل، هم لا يعطوك الأشياء أو المعلومات هكذا، بل عليك أن تدفع. إذا أوراق اللعب هي ليست قوية للدخل، لا يمكنك أن تكون لاعب خفة محترف فقط بأوراق اللعب، فهي لا تكفي لتجعلك تكسب المال منها. فأوراق اللعب هي ليست مهمة للاعبين الخفة من حيث المال، ولكنها مهمة من حيث كسب الخبرة وكسب رشاقة اليد. أنا أنصح المبتدئين أن يبدأوا بأوراق اللعب وقطع النقدية، ولكن مع ذلك لا ينبغي أن تبقى في هذا الأمر فقط، فألعاب الخفة هي ميدان واسع. وسع، قم بتوسيع خيالك، قم بتوسيع مهاراتك، إذا طور نفسك بأشياء أخرى. خلاصة القول أن الغرب هم المسيطرين وهم المسؤولين على أن العرب يدعمون فقط أوراق اللعب. بما أننا نقلد الغرب فسنتبع شبابهم، والشباب يأخذ ما هو متاح، والكبار لاعبين الخفة يحتكرون كل شيء، ولكن في ميدان ألعاب الورق لا يهمهم الأمر. إذن هل فهمتم فلسفتي؟ هذا كل ما لدي. 我打。